fortify the eastern flank of our NATO allies, who are obviously very, very concerned and somewhat جدا worried what would happen. مما سيحصل. We accomplished all three of these. نحن نكمل كل الخطوات ونحن مصممون على أن نعطي ملياري دولار كمساعدات عسكرية لأوكرانيا. هذا ما أعطيناهم منذ تولي للرئاسة، ذخيرة مضادة للطائرات وللدروع، ونستمر في التزويد. واليوم أعلن أن الولايات المتحدة مستعدة لإعطاء مليار دولار إضافي كمساعدات إنسانية من أجل تقديم الإغاثة للملايين من الأوكرانيين الذين تضرروا من الحرب. الكثير من اللاجئين الأوكرانيين نزحوا إلى أوروبا، ولكننا في الولايات المتحدة سنستقبل 100,000 لاجئ أوكراني، خاصة أولئك الذين يمكن أن يتم لما شملهم. نحن سنستمر بدفع 300 مليون دولار لتعزيز الديمقراطية في أوكرانيا والدول الجوار، ونحن ننسق مع دول المنظومة السبعة والاتحاد الأوروبي في مجال الأمن الغذائي والأمن، وسنتحدث عن ذلك أكثر غدا. نحن نعلن المزيد من العقوبات على 400 شخص وكيان مرتبطون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أفراد في مجلس الشعب الدوما الروسي والأثرياء الروس الذين يغذون مكينة الحرب الروسية، بالإضافة إلى 1,000 مقاتل روسي أمريكي يدافعون عن أراضي أوروبا. والناتو ينشر 4 كتائب قتالية في المجر وبلغاريا وسلوفاكيا وبولندا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو. بوتين راهن على انقسام الناتو، وقلت هذا أنه أخطأ بتقديراته حول مدى انسجامنا. الناتو لم يكن موحد كما هو اليوم. بوتين يحصل على النتائج العكسية مما خطط أن يحصل عليها عند اجتياحه لأوكرانيا. بنينا هذه الوحدة مع الاتحاد الأوروبي ومع الدول الديمقراطية في منظومة الدول السبعة.